نعم. القلب عامر. بالعقياس. ثلاث درجة. بزاف كاع. محتاجة خوي. محتاجة خوي بزاف. ثلاث درجة مجروحة. بالقياس شنو يدري 10 سنين يوقعوا لك بزاف د الحوايج اللي باقي حتى دابا كتفكر فيهم وكيضروك الداخل وحياتك تدمر بسبب هاد الحوايج هادو. مرحبا خاولة، الحلقة ديالك اليوم عاودي كاع داكشي اللي بغيتي. خوي كاع داك الهم اللي عندك حنا كاملين. والله خويا ما عرفتش منين نبدا لك ومنين نسالي لك حيت القصة طويلة بزاف. شوف بداي من الاول، عاودي كاع داكشي اللي ضارك، خدي راحتك. اللي ضرني اني كبرت في واحد الدار ديال الدعارة. هانتي عاودي من الاول، عاودي من الاول يكون حسن. قلت لك نهار الاول اللي تزاديت كاع وحليت عيني، حليت عيني في دار ديال الدعارة. الام ديالي يعني ولدتني تماك وخلتني لديك السيدة اللي يعني اللي مقابلة الدار. ماما كانت خدامة تما ياك؟ كانت خدامة اه، هي في الدار ديال الدعارة وولداتك تما. السلام عليكم. اول حاجه سير الله يفتح لك باب الخير والله ينور لك طريقك والله يرزقك شي فرحه تنسي كاع داك الهم اللي داز في حياتك. وثاني شيء، الا مازال ما مشتركش في القناه حاول انك تشارك فيها وتفعل الجرس وتخلي لنا شي جيم وشي كومونتير على هذا الفيديو الا تتشجع المحتوى اللي تيكون هادف. وهذه القناه هذه مستمره غير بالدعم ديالكم، ما تعقش دخل تشارك وخلي لنا جيم وكومونتير. خلاتك فيها، خلاتني عند ديك السيدة بحال اللي عطاتها واحد الوثيقة ديال التبني. ملي عطاتها ديك الوثيقة ديال التبني هاديك السيدة يعني تعاملت معايا عادي. توصلت السن يعني منين بلغت، وانا بلغت على 10 سنين. هاديك السيدة كان جا عندها واحد السيد من السعودية، عرض عليها واحد المبلغ اللي كبير يعني الا انا بغيت هاديك. انت كانت عندك 10 سنين؟ اه 10 سنين. قالها بغيت هاديك، قالت له مازال بنت ما عرفش دوروها فلوس بيناتهم فلوس صحيحة. كنقول لك اخويا قسما بالله العلي العظيم كان عقل هذاك النهار. كان دخل عليا ولدها وصاص بنت ولدها وهي كتشوف. ما تابع ولا شنو واقع ولا شنو طاري. كان عيط لها ماما جات قيني، ماما قولي خويا بعد مني والو ما مسوقاش. غد ليه مني كنموت كنلقى ولدها واصفة خرجات يعني سافرات بيد صيفطات شي بلاصة. قلت غنمشي عند البوليس، خفت حيت هي ديك البلاصة يعني كانت شادة كلشي كيعرفها يعني غادي تدخل وتقول له فلان تا غادي يعني غدورها. من بعد اخويا كنقول لك شي 3 ايام ولا 4 ايام بعدني لداك السيد عطاتني لي قسما بالله اخويا سعودي الى شهرين عذبني فيهم. سد لي غير فواحد البيت كنقول لك الظلمه كتقول له باغي ناكل كيقول لك ما غادي تاكل حتى المهم تكرفس عليا ديال بصح لمده شهرين. نقدر ناكل فيها نقدر ما ناكلش فيها. ومن بعد ردني عندها وخلاني عندها. بدات اخويا كتقول لي نوضي 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 لي مع هذا نوضي صايبي مع هذا نوضي رجلي مع هذا نوضي هادي. هذوك اللي تيجيو عندك اللي تيجيو للدار؟ اه اللي كيجيو عندها للدار. ملي كنسولها كنقول اش كديري فيا بحال هكا كتقول لي داكشي اللي درت امك تخلصيه نتيا. انا اين الذنب اللي عندي اللي غنخلصت اللي دارت ليا؟ يا بديت بحال هكاك يعني كل واحد وكتلاقي مع واحد يفهم ظروفك كتعاودي له كيفهم ظروفك اللي يقدر يأذيك. كاين واحد اخر اللي تكرفس عليك وهي كتخلص من ورا ظهرك. واحد النهار كان عقل ما بغيتش ندخل صافي عييت عاد شنو يدري صغيره وكيتكرفس عليها كل نهار واحد بشكل
كانوا تيجيو النت من ديك الدار. هذا اللي كيشوف انت بزاف هاد السيده هادي كنشد هذاك البلاد. وشنو كان كانوا شي بنات اخرين ولا كشي غير انت تما؟ كان الدار عامره بنات. اها الحكم انا اللي باقا صغيره. اها كان قال اخويا واحد النهار ما بغيتش ندخل مع واحد السيد. قسما بالله دخلتني خويا لواحد البيت مظلم الى سيمانه بلا ماكله بالاوال وربي اللي اعلم بك وكتاكلي العصا سيمانه. العصا اللي كليتها كتقول لي انا بدات نشدن باللي خديني وقع لي هادشي كامل. علاش انا بالضبط اللي كيوقع لك هادشي كامل؟ من بعد اخويا خرجتني مورا ديك الايامات اللي حبستني تماك. مرة نبات في الدار، مرة جاري عيان بات في الزنقة، مرة مع الشمكارة، مرة هادي كل مرة. وفين كنتي كتباتي؟ تقدري تاكلي ما تقدريش تاكلي وتا واحد ما يقدر يعاونك حيت كلشي كان كيخاف منا. كلشي يعني كان كلشي بزاف ديال الحوايج اللي كيشوفك بحال اللي كيتفلع لك بحال اللي كيضربك بحال اللي كيتعدى عليك سوا في الشارع. راسي عند الدار وقلت لها صافي ندير هداكشي اللي بغيت غير خليني نجلس. شاهد بيت كنخدم عندها في الدار وانا ما باغا ديك الساعه كانت عندي واش 11 ولا 13 عام وانا خدام عندها في هذيك الدار تقريبا شي عامين وثلاث سنين وانا هكاك. واحد النهار اخويا زيدنا انا وياها في الهضره حاجتنا اخويا العاده الشهريه وقالت لك لا حبسيها بالفانيد انا عندك لياني انا هادي وجايني الناس وهادي وهادي. لما نقدرش قلت لها راني انا راني حابسها مده تقريبا شي ربع شهور هادي ولا خمس شهور ما بقاش عارفه هذيك الوقيته راني حابسها. وقلت لها تكيسي عليا ثاني شويه قلت لها انا ما شغليش. تخيل اخويا كتجلس حداهم وما كياكلو انت ما كتاكليش. جلس حداهم وتبدا تعايرك وملي كتقولي لها امي علاش كديري لي هكا كتقول لك داكشي اللي درتو امك تخلصيه انت. كبرت هذا الشيء 15 عام خرجت عربت ليها من الدار. عاونتني واحد صديقة ديالي الله يذكرها بالخير عمرني ما نساها كاع في مرة الخير اللي دارت فيا. كيجمعها شرات ليا الحجاب لبساتو ليا غطات ليا وجهي كامل عطاتني لون شي درتو في عيني باش ما يعرفونيش انا شكون. كثرت الخلعة تسمعني خويا ياك تسمعك خاولة كاملة خاولة تسمع كثرة الخلعة وقتي تأخر الماطة وكل اللي كرجع بديك لبنت صاحب سي الله يذكرها بخير تقولي لا بس خايفين جات شي حاجة غادي تهني قالت لي عافاك ما تعرفيش دور النور. حنا بحال هكا في الكار كيبان ليا ولد هذا يز من لهي والاخر من التحت كيقلبوا عليا جاب الله لابسة الخمار. هذاك السيد اللي كيقطع الاوراق منين شافهم ويجي يدرك لي الخاميه ديال الدجاج ديالي قال لي بحال بحال عرفني ما عرفش قال لي ها قال لي راه ما منين دايزين صافي. دوز بحال ما هذيك المدينه دارش عليا روشيرش بلا انا هربت ليها سرقت ليها الداب وهربت ليها. بس خويا شي ملي كملت 18 عام بغيت نهبط عندها تصايب لي الوراق ديالي حيت يدير لي روشيرش. وحتى ملي كنهبط هذيك المدينه كنبغي ناخذ العقود الزيات ديالي ما كيبغيوش يعطيهم ليا حيت هي موصيه ما ناخذ حتى ورقه. بقيت كندور ندور ندور شنو غادي ندير جابي تماك شي حد زق شادني ردني عندها. ملي ردني عندها خويا قسما بالله كليت الماكله ديال الطبق نهار العرس كما كتقولوا نتوما. شدتني خويا قوتني من يديا بجوج خلتني بما كانش في يدي كنتفكر راس اللعبه. عرفتي خويا داك المشوط اللي كنديرو نهار العيد باش كنفخو لحولي هاديك ديال العود هاديك باش كليت بيها العصا لحمي كلي ولا سرق.
تمشي بالا بنت صبغي وراك يا بنت تمشي بالا. لا تدخل في داكشي اللي دار صمك كامل في دار صم بيني تخلص هادشي كامل وكنضرب بلا رحمة بلا سبق وجا ولد عسكر بس عليا عاوساني ولا شحال شحال هذيك الساعة حبسة عليا الماكلة حبسة عليا كلشي غير عصا وليت حالتي حالة درت محاولة انتحار نقضوني بآخر لحظة في السبيطار حبسيني رجعت للدار حبسيني نفس المشكل درت الحوالة ورقضوني عاود مرة تانية كل واحدة راضت معايا البال تكشف راسي خويا عايش شنو غادي ندلوك تلافك عيط ليا لامي بغيت انا بغيت امي تديني قالت لي انا غنعيط لك عليها عيطت لي عليها بري قلت لها الو ماما كي دايره لاباس قالت لي شوفي قلت انا ما عندي ما ندير بالكلبات انا وربيت بنت انا خديت بنت وربيت انا ما عندي ما ندير بك تي غير مسخه ويسقط عليا في وجهي هذه امي البري اللي ولدتني باش تسنتي لي بنت ومشى ترباش واحده اخرى اللي ماشي بنتها اييه اها طردني خويا الكلمة بزاف لداخل مني يعني بقى فيا الحال شنو درت لاش ربيت شي واحد اخر وخليتيني انا شنو درت بي هي الاخرى بي قطعت المكالمة وبني كنت جالسة حدايا وتركني برجليها ديك الساعة ركنني برجليها قصعت بزاف وبعدين بحال لأني قطعتني هذيك اللحظة متمكو غتعامل معايا خايب قلت لي زيدو صايب لك وراقيق جيت معاها الكوميساري دورات عليا دوك البوليسية كلهم دوراتهم عليا ما بغاوش يصايبوا لي حتى ورقة حيت قال لك لا هادي ماشي مك الفري قلت لهم راه كديروا واحد الوكالة وواحد الالتزام غادي تسهل عليا المأمورية قال لك لا ما يمكنش خص مك صافي خرجت بحالي اصلا بحال الضرب يجبدني من شعري قلت لي شنو قلت لك روح ما يصايب لك وراي قالت لي انت غتبقاي هنا تتموتي مجهوله الهويه والله اخويا تكرفيس مع عند الرجال وتكرفيس مع عند ولادها كل ليله كانوا كيجيو سكرا يعني اخويا وكيتكرفسوا عليا كل ليله زيد نشوف اخويا زيد حوايجي وزدت مشيت اخويا ما نكذبش عليك شي قصه كنت واحد المره نيت في هذيك المدينه غير بتقبيعيه وكنت كندبر باش نقدر نسافر نخرج تدبرت واحد المصروف ومشيت بحال طلعت بحال لواحد المدينه ومشيت تعرفت على ناس وناس وناس واحد الليله كنت يعني ما عنديك فين غتسكني ما تبيتي قلت لها ما نمشي مع واحد السيد هذاك السيد بقينا كنجري قلت له خويا انا بغيت نخدم وهادي وهادي وما بقاش عجبني خويا الطريق هادي وبغيت نبني وبغيت نكري وهادي قال لي اختي انا غنعاونك ناض ديما راه الطوموبيل ديالو هبطني لواحد القيوه ديال الشيجه رصاني مع السيد صافي صايب شاف لي الخدمه كدا هادي قال لي ان شاء الله غدا تبداي هذاك السيد غد له الله يكثر خيره مشى شاف لي الكرا خلص لي هذاك الشهر ديال الكرا وقال لي دابا سيري تخدمي مشيت اخويا خدمت هذاك السيد اللي خدمت عنده طلب شوك فافك دوي لي مع مول الدار يصيب لي لاكاطاسيون راه ما عندي لا ورقه لا جوج كيجيبي وراقك هبط قسما بالله خويا باش ناخذ وراقي قسما بالله اللي حطيت فيها 500 درهم باش ناخذ غير وحال المدنيه وديك الطريق اللي كنت كنخدم هذيك الساعه هذيك الساعات مكمله 18 عام ساعات مكمله 18 عام سبحان الله قاطعك حتى هنا الاخوان وقع شي مشكل في اللايف ما عرفتش وصلني واحد الميساج ما عرفتش ديالها شي يقدر يتقطع اللايف عافاكم كلشي بلك على قليب عافاكم باش ما يتقطعش وكل واحد يكتب السميه ديال المدينه ديالو لان وصلني شي ميساج ما انتبهش بانوا عاود مشى وتبلوكا ليا اللايف انا ما تيباليش شحال تيتفرجوا في اللايف فعافاكم كل واحد يكتب السميه ديال المدينه ديالو وكل واحد يكتب شي دعيوه وكل واحد يبقى كومونت باش ما يتحبسش اللايف والا تحبس اللايف رانا غنعاودو الا تحبس في حاله تحبس اللايف رانا غنعاودو باش ما يتسحبش كلشي برك على قليب ويكتب سميه المدينه ديالو ويبارطاجي المهم راك عارف سمحي لي خاوله قاطعتك ماشي مشكل صافي نكمل كملي كملي خاوله قلت لك اخويا قسما بالله باش ناخذ هذوك الوريقات ديالي باش نصيب لك كاطلسيون الى 500 درهم اللي حطيتها غير في المقاطعه باش غير ما وصلوش الهضره باش ناخذ وريقات وليت انا بحالي بحال البشر
داك مول القهوة مي جاب لي الوريقات ديالي، وداك الدري غير جيرو، يعني ماشي مول القهوة غير جيرو. عرفني على واحد البوليسي قال لي هو غادي يعاونك ويقف معاك يعطيه مرشك هادي عطيتوني مرسي. هذاك البوليسي عيط ليا بقى هكا 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 واحد النهار قال لي راه مشيتي تقصي معايا وهادي ومنها نتذكر ومنها هادي. قلت له مرحبا. قال لي مشيتي تقصي معايا في الدار وتشيشه من عندهم في ديك الصنص لك بحال لداركم. قلت له مرحبا ماشي مشكل حتى خويا باغي نصيب اوراقي يعني بغيت نصيب غير لك لاسيونال. مشيت مع خويا حتى هو نعس معايا قضى غرض وهادي بزيد بزاف يعني سمح في هذوك الوراق. ما بقاش باغي يصيب ليا شي حاجه. وصلنا بقيت كندوي مع الجيرو هادي هادي. ومن بعد واحد السيد خدام الله يذكره بالخير خدام عساس في شي حبس قال لي انا غندوي لك مع واحد المقدم ديال البلاصه فين ساكنه فيها. عيط المقدم دوا معاه تكلم معاه صايبو صافي. قال لي مقدم جيبي الورق انا اللي قلك لاكارت. قال لي خصك ضروري تدوري معايا وتدوري في المقاطعة حيت انت راكي عندك شهرك الاول هنا. قلت له ماشي مشكلة اخويا ندور. عطيت اخويا وهادي وصايبوها ليا. من بعد هذاك السيد مي جاب لي داك السادات السكنة ديال المقدم قال لي اختي شوفي انا صيبت لك هاد الورقة هادي ولكن ما تقوليش الفلان الجارو زعما ما تقوليش راني انا صيبت لك هاد الورقة هادي راه حيت راه عيط لي وقال لي لا ما تصيبي على ورقة لا حتى حاجة غير استغلا. بقى فيا الحال قال لي خيتي عفاك ما تقولي له والو يعطيني الامن اللي اتفقنا عليه وعطيتو 200 درهم. صافي هبطت للكوميساريه واحد البوي سمك الله يعمرها دار تا هو تعامل معايا خرج ليا سميتو مشيت صافي مشيت ديت رونديفو درت لاكات لاسيونال. من موراها رجعت بيت كنخدم وهادي وهداك السيد الجير بدا كيفرق النمره ديالي في القهوه ولا كيدير لي المشاكل مع مول الخدمه راه ما كتخدمش راه مرسو عندها هادي مرسو عندها هذا وانا ما مش عين ما كتخلي كنبلوكيها. واحد النهار هذاك الجيرو سكر يعني شرب بلوفري وحيت هاد القهوه يعني كتبقى خدامه حتى ديك 3 4 الصباح حيت كنمشي بحالي للدار. سكر وخوا كلشي وتعدى عليا حتى هو في القهوة. قال لي غوتي ديري اللي بغيتي. قال لي ما حتى واحد ما غيسمعك. صافي ميت عدى عليا خرجت معاه وتمشيت ديك القهوه باتا كليا. عيط لي المعلم ديالها وقال لي اجي نسمي معاك كونطرا وهادي واش تخدمي وهادي. قلت له صافي مابقاش باغا نخدم ما شنو غادي نعاود له شنو غادي نقول له. نقول له خصني الجيرو ديالك ما غاديش يقنيش. عاوتاني خويا رجعت عاوتاني نخرج مع هذا نخرج مع هذاك نخرج هنا نخرج ليه. تلاقيت اخويا مع شي بنات سكنت معاهم حداك كانت حامله ويوصلت هذيك ديك 7 شهور اللي درت لها الحنه درت ليها كلش لان الصاحب ديالها كان في السجن هذيك الساعه. والله اخويا نهار ولدات الى قسما بالله اسبوع كلشي درته لها انا والسبيطار قابلتها انا. تخيل اخويا الى درجه انها الولد ديالها من ولدته كتقولو الناس ولا غنضربك ما كتسوقش كنوض نقادلو الحليب بالليل ونقادلو هادي وهادي. واحد النهار اخويا طلع بحال هكا في الدروج جاية وعيان يعني كتبايته مع شي ناس وغد لي طالعه بحالي للضربة غنعس. كنلقى اخويا كتقول هي وصاحبها خرجت ديك الساعه من الحبس. قال لها صاحبها خلينا نديرو لها الحشيش بالحوايج. قالت له لا خليها نخسروها. علاش ما عرفتش واش اللي ضار بيناتهم وما فهمتش علاش بقى في الحال. انا تصرفت غير مزيان. هذا اكبر جرح وقع ليا. بعد هذاك الساعه اخويا كنت عارفه واحد الانسان الله يسهل عليه كنت كنعرفو وعادي قال لي انا غنجي وجبك وعادي وعاود له المشكل اللي وقع. عيط لي على نسيبو واش هز لي حوايجي وهادي حكمتو انه خدامو في البوليس. عيط للاخر وقال لهم اجي يخرج ولا حوايجها راه ما بغاوش يعطيوها الحوايج ديالها شي وديك السيده اللي كنت ساكنه عندها. صافي دا لي حوايجي وكنا انا وياه على علاقه. قال لي انا غادي نكمل بقات لي غير واحد العامين وغادي نخرج وغادي نتزوج انا وياك وهادي وهادي. انا عطاك عطاني واحد العمل يعني كنت حتى انا امنيت اخويا عندي داري وندير وليداتي. اش والله اخويا ضو من هذا ما بغيتش نوقع حتى بنت.
ربي وصلي ربي جاب جواد من الناس يبغيني يحافظ عليا ويسترني وعدي دوز معايا اخويا الاثنين ومن بعد اخويا بلوكاني وقلب عليا فهمت راسي بالليل ونهار لقيت راسي بوحدي عاوتاني شنو غادي ندير مالي فين غادي نسكن فين غادي نجلس حتى ولي كنهز مصروفي كنهز كلشي هاديك الساعة شنو غادي ندير بيبان كلهم سدو في وجهي شنو قلت غادي ندير قلت غادي نهبط من عند ديك السيدة ما حكم جات كورونا وهادي نبص على ديك السيدة اللي ربطني تخيل اخويا انك الناس ما كتشوفوش تخيل اخويا كترمي لك الماكله فرد وكتاكلها تخيل اخويا كتبول لك حاشاك في كاس ديال الماء وكتقول لك هاك شربي لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول تخيل اخويا كتبصق لك كاع في الماكله وتنخم لك عليها وتقول لك حاشاك يلا كوليها قلتي جيعان شنو غتقولي لها لا كناكل باش ما عنديش فين غادي نسكن وما عنديش بزاف ديال الحوايج كنصبر وكليت تخيل اخويا نهار اللي كنت كنمرض قال لا تموت تخدم تموت دير انا ما كنعرفش واحد يمرض يعني دوسة سهلية ديال بصح ولاد اخويا كتكسيهم توقف معاهم دير ليهم العلاج انا ملي كندوي معاها ملي كنسولها اخويا اكثر حاجه كضربني هي الكلمه ديال اللي دارت امك تخلصيه مشيا ما عرفتش راسي شنو درت لام ديالي تاهي ميشا بحال هكا من بعد اخويا ملي خرجت كورونا صافي طلعت بحالي المدينه دابا انا اللي فيها قلت صافي غادي نعول على راسي وادي 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 معي طالي اخويا هي في التليفون معي طالي هي في التليفون وقالت لي قالت لي راه شي ناس جايين عندك من الدولة المهم من برا من دبي قالت لي راسي تصورك ليهم وادي وهادي راه ما غادي يجيو عندك اجي عندي قلت لها لا ما بغيتش قالت لي والله تندير لك ونفعل لك وهادي وصيفطك الحبس ودابا تشوفيه ودابا تشوفيه وهادي انت راكي عارفه بلي انا عندي النفود وعندي هادي ونسى حاجه ما كتخفى عليها بدلت عليها النمره دخلت عندي اخويا الفيسبوك وقالت لي والله ما والله 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 لا فكيت قالت لي غنخرج عليك يا بسحور يا بيبش ما كان قالت لي والله لا عاود تهزي راسك للفوق يعني اخويا يعني عذبني لواحد الدرجه اللي كبيره اللي بزاف اللي دابا انا حاليا في المدينه هادي وباغا كتشير شي عليا يعني اللي قالت لي صاحبتي دويت معاها وقالت لي راه البارح راه الشا خارجه من الكوميساريه وكانت هزه واحد اللعيبه بعيني قالت لي بحال شباتات صبار شاك ولا شي حاجه بحال هكاك وبقى فيا الحال اخويا ما عرف شنو غادي ندير انا دمرت لي حياتي شنو هي اخويا انك تغتصب وعندك عمرك 10 سنين لانك تبات على برا هربت بحال اخويا ديك الساعه ني هربت من دارنا ديك الساعه طلعت لكازا وما كنعرفت حتى واحد والله خويا شحال بنعس في ولاد زيان حدا المحطة كنتكمش اخويا في البرد والشا ونتكمش وانا قاسم من نوجي عندك شمكار هالي طلب سيليسيون هالي هادي ويتكرفص عليك ويضربك واللي يدفل المهم يعني فهمتك كاين واحد كاعي كيهز عليك الموز كاعي كيقول لك سيدي اش غتقول له كنت كنزيد كنت تقول انا بغيت نضرب من العذاب كنصدق في العذاب تكرفص اخويا في كازا بزاف ربي لاقاني مع شي ناس وخدمت عندهم في الدار وهذاك راجل اخويا كان باسل بزاف يعني كانوا عيني صايغين
قال لي خلي مرتو تخرج ولا شي حاجه ويجي تبص عليك في الكوزينه يقول لك الا ما درتي ليش هكذا غادي نجريو عليك غادي ما عندك فين تسكني حنا ناسينك حنا غادي نسكنينك حنا غادي نموكلينك يعني فيما كان عرفك القرار اللي طاحت نفس المشكل بقيت اخويا بحال هكاك لواحد المده اللي ما بقيتش عاقله عليها علاش ما جمعتش بيا الفلوس وهادي خرجت اخويا بغيت نكري نصب عليا تنصب الاولى في الكرا نصب الثانيه بالسيف باش لقيت الكرا يعني تنصب لي شحال من مره صافي كريت بديت كنخدم بحالي بحال الناس هادي بدات كتنقى حياتي يعني بديت يعني بحال بديت كنرجع انسان من بعد اخويا قسما بالله الا بالصدفه كي دارت هي عرفتني في كازا والله خويا درت لي مونتيف ودخلت الكوميساريه دوزت فيه تقريبا ما بقيتش عاقله ديال السرقه الى قسما بالله خويا ما نكذب عليك الى دوزت الجحيم في هذيك الكوميساريه عرفتي شنو هي الجحيم الجحيم دوزت في هذيك الكوميساريه هي مدقيه باي حاجه شي اي حاجه تطيح لك في بالك دازت عليا في هذيك الكوميساريه خرجت بحالي عاوتاني بديت كنقلب فين كدا هادي هادي تا واحد ما بغا يشدك انت السيدة اللي كنت كارية عندها قالت لي لا سري بعدي مني قالت لي خصني ندوك البوليس شنو بديت كندور اخويا وليت عندها عاوتاني ملي وليت عندها اخويا تفكرت الايام ما تمنكدبش عليك تفكرت الايام ما ملي كنت باقا درية صغيرة وكنت كنمشي للمدرسة تخيل اخويا الشا والباك فوق راسك كنت لابس كسوة ديال الصيف كلها من عريا من اليدين ومن الرجلين واش كطيح ونوض انت تقدري تبدلي حوايجك والله ما نقدر نوض نبدل حوايجي بعدا قدرت خايبة انا كل لحظة والله يا خويا كنت كنمشي وكي كيدخل معايا لبرت كنعقل هذيك الليلة كان الشتا خيط من السما رجعت ان الاستاذ مي شافني بهذيك الكسوة قال لي مالك بنتي شهاد الحالة هادي اخويا داك الاستاذ كان كيجيب ليا الماكلة داك ديك الاستاذ كان كيحد فيا كثر من نمومه كاملين داك لي داك الاستاذ عطاني واحد الحاله اللي كنت انا فاقده كان كيتعامل معايا بزاف وعادي وبعدين ونحكي له ونقول له اللي وقع ليا وعلى اللي وقع لي كيقول لي شوفي يا بنتي قلت انت حسب راسك يجي ما قال لي ولكن منك الله ربي يخلصهم كاملين ولينا خويا عضي عضي مستقبالي صعب الوحدة دابا كتحلم دير وليدات ودير دار انا انت واحد دابا ما غير قبل بيا بحال هكايا انا خويا والله الا حلم ديالي نوال ندير داري ودير وليداتي بغيت حاجة واحدة اخرى عييت اخويا من هادشي كامل عييت اخويا ما نخرج عييت ما ندير عييت بزاف ديال الحوايج والله اخويا بغيت غير ندير غير داري وليداتي وكنشوف راسي انا ضيعتني في كلشي كنبقى غير سابيني وبين راسي ونفكر وكنمشي نشرب 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 باش ننسى انا شكون وليت اخويا متبع البلي بزاف باش كنسحر نشرب مازال مازالت لحد الان باش كندرد هذيك الحرقه اللي عندي لداخل حتى كتشوفي اخويا تا واحد ما غيتزوجبك تا واحد غيديك وغتبقى على هاد الميدان هذا تلقينا وقت فين ما كدوري كتلقاي بزاف د المشاكل بزاف د الحوايج كتلقاي باقا واقفة في جنب باقا واقفة في جنبك كتقلب عليك باش يتهبطك باغاني فوقاش راجع عندها والله اخويا كنهبط ديما للارشي قسما بالله الا دايما درجة انهم الله حفظني مش اخويا اللي كنخدمو في النار كنمشي نحطو في البار ونرجع بحالي المهم نسى انا راسي شكون مازال خدامين في نفس الطريق داك مازال حيت ما عنديش شنو غادي ناكل شنو غادي ندير انا بغيت خدمة تا واحد كتصيفط للسيفي علاش هادي كيقول لك ما عنديش دابا يقول لك ما كاينش الخدمة دابا حط السيفي تنديرو نعيطو لك وغادي ديرو انت كاريه بيج خصك تخرجو ديرو كراج وخصك بصروفك خصك بزاف ديال الحوايج كيف غادي ديري
اللي غادي يجمع هادشي كامل؟ وهاد اليامات هادي خدمت واحد القهيوة اللهم عليك الحمد لله كتخدم غير ميناج. هاد انا ميناج هادي دور معاك من هنا وهادا من هنا، شيخو ديك البركة اللي كنشدها الى قسما بالله كنهبط نخويها في البار ونطلع بنسى غير انا شكون، باغي نضحك ونسى انا شكون. الى خويا دوزت القرقوبي، دوزت الغبرة، دوزت الشراب، دوزت لك شي كامل اللي في بالك شرب شرب، بغيت ننسى غير انا شكون، بغيت ننسى هذاك الجرح اللي عندي الطاخر اللي ضرني، بغيت نعرف علاش امي دارت ليا بحال هكا، علاش خلاتني انا وربات واحد اخر، شنو هو العيب فيا يا انا؟ قلت هي بنت وانا بنت، شنو هو الفرق؟ شنو درت هاد الام ديالي اللي هادشي كامل انا باقا كنخلص فيه بشويه بشويه؟ شاب الانسان اللي بغيتو تا هو مشاو سمح فيك، حيت علاش نتي ماشي بنت الدار، نتي بنت الزنقة، كتبقى دور شحال من حاجة في دماغك، وشحال من حاجة خويا كتبقى دور ما عندكش ليها الجواب. شحال من حاجة كتشوف في كازا، مازال في كازا، خاولة؟ لا أنا خويت من كازا حاليا. تقدري تقول لينا المدينة فين كاينة؟ فاس. فاس. شاف عمرك دابا؟ شاف دابا كملت 20 20 عام. اه خاولة قصتك علمتنا صراحة، عشان قاع الناس اللي في الكومنتر كلشي تعلم مع القصة ديالك بصراحة باش ما نكذبوش. صراحة خويا اللي دابا علمنا في هادشي كامل، بلاتي ما يقدر يسمع ويحس، ولكن اللي دايز في هادشي كامل. اخ خاولة اخويا ما نكروش انتي ما عندكش شي ذنب زعما فاش اللي واقع لك، ولكن حاجه وحده الواحد فاش يكون تيغرق ما يزيدش يغرق ويزيد مشكل على مشكل. ولكن خويا ما قديتش معني شي حد اللي غيوقف الطريق بعدا معايا ولا يقول لي وريني هذه المصطلحه من الخلطه ما عندي. كاينش اللي غيوريك كاع الناس باش يغنيش، ما بقاش داك الزمان اللي كنا تنسمعوه عليه، مشى الزمان ديال شحال هادي واحد يوقف جنب واحد ويشد بيدي سيديه للطريق الصحيحه، ولا واحد ولا تيقول راسي يا راسي، الا ما وقفتيش راسك براسك وما نجحتيش براسك، راسك ما كانش لها نشحك ولا كان لها وقف. خويا كنوقف وتا كنوقف عليكم، قول راني وقفت كنتفكر اخويا داكشي اللي وقع لي وانا صغيره، وتخصصت انا صغيره وشكون غيقبل عليك؟ كنت عاود تردني للارض، كنت خبيت يا خويا والله ما كنت بيدي غير نمشي غير نشرب ونسى هذيك القضيه من بعد ان هادشي وقع لي. وصيشي. لا والو كنزيد نقص حاد. شوف باش كونيش كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، باش ما نساوش شويه راسنا. غنقول لك واحد النصيحه، من واحد النصيحه، ما يمكنناش نغيروا بزاف ديال الحوايج في حياتنا، ما يمكنناش نغيروا الاخطاء اللي طراو لنا، وما يمكنش نغيروا الكسارات اللي تهزوا في حياتنا، ولا بكينا ما غنغيروا والو، ولا حزننا ما غنغيروا والو، ولكن اكثر حاجه تنامن بها هي ممكن تغير بزاف ديال الحوايج لقدام. ممكن تبدا واحد صفحه جديده في حياتك. تقولي لي بادر واش انت ما حاش؟ لا، مادام الله يقول لي الشيء يكون فيكون، ما تنقنطش. شحال من شي يقول لي لا زد زيت تجي كتشي بحال ساهل، نهار يكون الرزق بيد شي واحد والموت بيد شي واحد نقنط، ولكن مادام بيد الله ما تنقنطش. خوله 20 عام يلا غتبدا، وانت بحال شي الدور دا يلا بدا تدبال، ما تخليش الموضوع ديالك مازال مازال. شوف شوف ممكن ديري بزاف ديال الحوايج في حياتك، ممكن تعاود تفكر. خويا انا ما بغيتش حاجه، بغيت غير نتزوج وندير وليداتي، هادشي اللي بغيت، وليداتي راه مستحيل شكون غيقبل بحدا بحالي. نقول لك واحد الحاجه، الشي اللي تيبغيك، انا عاود نقول لك واحد الحاجه، اللي تيبغيك ما تيبغيك نتي. نصيحه لكاع الناس اللي تيتفرجوا فيها ولا تيسم، اللي تيبغيك تيبغيك انت، ما تيبغيش ماضيك والجسد ديالك، انما تيبغي الروح اللي كاينه لداخل ديالك. واللي بغاك على ود ماضيك ونتي ودايره وانا غير سترتك وانا غير درت ليك، ما عندك ما ديري به. نفضل نعيش حياتي كامله بوحدي كما تقولي، ولا نعيش مجنونه حياتي كامله. اللي بغاك يبغيك كيما انت ويحطك تاج فوق الراس، كانك احسن بنت في الدنيا. خوله
الا شي واحد بغى الرقم ديالك وبغى يعاونك في خدمه ولا شي حاجه نعطيو الرقم. اخويا عطيه مساج اخويا نخدم ونوقف في الارجليه. تقدري تخدمي في اي مدينه ولا غير فاس؟ في اي مدينه في مكان. يعني المهم نكون في السكر من زمان من زمان ما نسكنش في الزنقه حيت عييت من الزنقه والله. وتقدري تبدا صفحه جديده في حياتك الا لقيتي الناس يعاونوك؟ والله تبدا صفحه جديده حيت محتاجه لهذا الشيء بزاف. حيت عييت حيت ربي اللي حس بيا كل ليله كان بكي. عرفتي حسينا بك في قلبنا بصراحه حسينا واحد الجرح في قلبنا حنايا. خوله خويا نقول لك واحد الحاجه اخويا. نسي الماضي وبدي تشوفي في المستقبل. نسي بان داك الشيء كامل اللي داز عليك. نسي قول انا ما عنديش شي درهم. انا ما درتش انا تحطيت في واحد الاختبار وفقط. انا ما درتش شي حاجه بيدي انما الظروف فقط. انا اللي كان الخاطر كنت درت بزاف ديال الحوايج. عاودي رتبي اوراقك. غتقولي لي تنشرب ونقني غتزيدي تغرقي. السعاده عمرها كاينه تما وما عمرك غتنساه. غتحكي على راسك باللي ناسي ولكن ما عمرك غتنساه. غتزيدي تمرضي وتمرضيك شر. اللي بغى الرقم ديال خوله يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه بي ا تي اسباس اش اي ال ا ال اي. كتب لنا راه بغيت الرقم ديال خوله ونعطيكم الرقم ديال خوله اللي يقدر يعاونها في خدمه ولا في شي حاجه ويعاونها تفقف على رجليها وتبعد من هذه الطريقه هذه ونشوف تعيط لنا شي نهار وتفرحنا وتقول لنا بعد العسر يسرا. كلشي كتب لها شي دعوه. كلشي كتب لها شي دعوه عافاكم. محتاج هذه البنيته للدعاء. إلا لقيت اللي عاونك واحد تعيطي لنا وتقولي لنا حياتك كلها تحسن. اللي لقيت اللي عاوني قسما بالله كانوا عندكم اني نعيط لكم وانا فرحان وانا في حياتي احسن من هادشي اللي عايشه فيه دابا. واخا اللي يقدر يعاونها في شي خدمه الاخوان. شنو تعرفي ديري؟ شنو تقدر؟ اخويا كنعرف اخويا نطيب، كنعرف اخويا نخدم في قهاوي يا سربايه يا مواعن يا كلشي كلشي خدمت فيه. شي حاجه ما خليتها اخوان كلشي خدمت فيه. واخا تبغي تمشي الرقم ديالك في اللايف؟ نعم والله ما حبتها اخويا والله. هذا اللي في الواتساب نفتي انا؟ عرفتيه. ماشي مشكل؟ ماشي مشكل اخويا. واخا ها الرقم ديالها اللي بغى الرقم. يعني الا خايبه واحد اللي بقى يضحك عليا ولا يصيفط ليا وبقى يقول لي الشطره اللي تجرحني كثر من هكا هذه باش كنخاف. نقول لك واحد يعني ضروري دميرين وبزاف. نقول لك واحد الحاجه كاين البلوك اخويا. كاين البلوك. اه كاين. كاين اللي لقيتي قال شي حاجه عرفي راه انه هكاك ما رباوش والديه وماشي ولد الناس. حيت لو كان الناس ما تنضغطوش على واحد مجروح وما تنبركوش على واحد مجروح. نعم اختي. حيت تنجي واحد اللي يقول زعما انا غنعاونك شحال غير صغرني عاوتاني كما داروا لي بزاف ديال الناس. شوف فيما نقول لك واحد الحاجه فيما مشيتي كاينين ولاد الناس وكاينين ولاد الحرام. ولكن انا تنظن اللي تيسمع هذه الهضره هذه مجرد الا كان ولد الحرام تبصح وقاطع يديه من يد الرحمن وما فيهش غرام ديال الرحمه هو اللي يقدر انه يبرك على الجرح ديالك. هو اللي يقدر غير يفكر انه يستغلك. هو اللي غير يفكر يشوف فيك غير يشوف خايبه. فانا تنظن ان كاينين ولاد الناس. الرقم ديال الخوله هو 06. كلشي قيد عافاك. 06 32 80 25 61 06 32 عفاك كلشي قيد. 06 32 80 25 61 هذا الرقم ديال الخوله اللي بغى انه يعاونها. اللي بغى انه يوقف معها في شي خدمه ويدي اجر ان هذه البنت هذه تحيد من هذه الطريقه هذه. خوله وعد انك تعطي لنا مستقبلا تقول لنا حياتك كي ولات. وعد اخويا والله. وعد الحر وعد الحر والله. اين كدوي معاك؟ دين عليك هذا دين عليك. احنا نتسناوك تعيطينا وتفرحينا. واخا مرحبا اخويا ودي مرحبا. نشكرك بزاف خوله لانك شاركتي معنا وحنا غنتظروا الاتصال ديالك. واخا خوله صافي اخويا ربي يخليك ويصبر. هذا بزاف هذا واجب خوله. شكرا لك. والله اللي بغى خوله راه اللي بغى يعاونها راه خليتكم مرة الرقم ديالها خويا هذاك. ندوزوا القصه المواليه. نتمنى من كاع الناس اللي تيتفرجوا كلشي برك على جام طلب. كلشي دير جام عافاك طلب ما تخسر والو الا مركتش على جام ودير بارطاجي. كل واحد يبارطاجي في كاع لي جروب
كل واحد يبارطاجيو، نشوف الناس اللي تيبارطاجيو كاع ماشي هاد النهار. نشكركم، نقولوا السميات ديال الناس اللي تيبارطاجيو. الو السلام عليكم. الو ما تنسمعوكش. سمحي لي عافاك واحد دقيقه الا جات على خاطرك. شكرا زهور المراكشيه، شكرا الناس اللي اشتركوا في القناه، سلطانه سلطانه جانا، شكرا مهدي الزيان.